مساكم الله بالخير. فنانة وبفنها نهين، بجديدها ويا القديم، وشلون لو فيها المساء غنت لنا مثل النسيم. والله تستاهل. مساء الحب حضورنا الكريم من البحرين، من مملكة الحب، ويا مرحبا فيكم في مسرح الدانة، هذا الصرح الجميل المفتوح على العالم، جمال وفن ومتعة. حياكم الله وين ما كنتوا، من البحرين أو من خارجها. حضورنا الكريم، قبل لا نبدأ حفلنا نتوجه أكيد بجزيل الشكر لشركة ممتلكات القابضة لرعايتها، والراعي الرسمي لمسرح الدانة على دعمها المستمر، وأيضاً شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على التعاون والإشراف المستمر على أنجح حفلات مسرح الدانة. جمهورنا الغالي، ليلتنا مليئة بسمو الطرب ورقي الفن. رحبوا معنا أولاً بالفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الأستاذ هاني فرحات. اهلا وسهلا. يا اهلا. حضورنا الكريم، احنا على موعد مع روعة الأداء وجمال الطلة في حضور نجمة لامعة من نجوم الخليج والوطن العربي بلا شك، وصاحبة مسيرة بارزة ونجاحات بكل المقاييس، وتملك رصيد زاخر فني ومتنوع من الإبداع. أم حنين، جمهورك في البحرين في انتظارك ويقول لك خذاني الشوق لعيونك وجيتك، وبعد هالغيبة الطويلة أكيد راح ترد علينا أم حنين وتقول غبت عنكم لكن الشوق جابني. مرة ثانية أمسي عليكم بالخير وبالجمال في سهرة من سحر الخيال مع حبيبتنا قيثارة الخليج نوال.